الحقيقة إنه قطاع الرياضة في مصر محظوظ جداً بالتوقيت الحالي لدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة وللرياضيين. والحقيقة إنه وزارة الشباب والرياضة استفادت واستغلت هذا الدعم بشكل جيد جداً واشتغلت على الأرض عشان تغير شكل وصورة قطاع الشباب والرياضة في مصر وحققت طفرة وحققت الكثير من الإنجازات. وأكتر حاجة ممكن نقدر نقيم بها هذه الإنجازات هي الأرقام والتفاصيل اللي هنتعرف عليها مع حضراتكم حالا. منذ الوهلة الأولى لتولي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة المصرية وتشهد مصر تحولات جذرية في شتى المجالات وقفزات نوعية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات في شأن بناء نهضة مصر الحديثة وتحقيق حلم جمهوريتها الجديدة. ينادي فيه أبناؤه ويوقظ همم شبابه ليبدأوا سباقاً جديداً نحو التقدم والنهضة. وكان لقطاع الشباب والرياضة نصيباً وافراً من تلك النهضة الشاملة، فبدأت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ خططها على كافة الأصعدة، فشهدت مختلف مدن وقرى محافظات الجمهورية على مدار 8 سنوات فقط تطوير وإنشاء 4050 ملعب خماسي وقانوني بمراكز الشباب والأندية الرياضية، تطوير وإنشاء عدد 12 مدينة شبابية ورياضية، إنشاء 253 مركز شباب جديد، تطوير وإنشاء 14 استاد رياضي، إنشاء وتطوير 17 صالة مغطاة، إنشاء وتطوير 14 نادي رياضي، إنشاء وتطوير 4 أندية متحدي الإعاقة، تطوير وإنشاء 30 مركز ابتكار وتعلم شبابي ومنتديات ومعسكرات كشفية، إنشاء عدد 2 مركز ووحدة للطب الرياضي، وجاري الانتهاء من تطوير عدد 9 معسكرات شبابية تمهيداً لافتتاحها. كل هذا بتكلفة فاقت 21 مليار و500 مليون جنيه، تمثل إضافة للبنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة لإنشاء وتطوير 148 حمام سباحة بالمنشآت التابعة للوزارة، كما شرفت الدولة المصرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مبادرة العصر، وجاري الانتهاء من إنشاء 266 مركز شباب وتطوير 773 مركز شباب آخر بالمرحلة الأولى من المبادرة. ونتيجة للإنجاز الغير مسبوق في إنشاء وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، فقد تحولت مصر لقبلة ومركز دولي لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية على المستوى الدولي والقاري. وقد نجحت مصر في استضافة وتنظيم عدد 289 بطولة عالمية وقارية وعربية خلال الأعوام القليلة الماضية، وكان أبرز ما استضافته مصر بطولة العالم 27 لكرة اليد وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 وبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة. واستكمالاً لهذا السباق الذي لم ولن يتوقف، ومع اهتمام الدولة ببناء وتطوير المنشآت، كان هناك سباق آخر على التوازي، وهو بناء الإنسان المصري وتأهيل شباب وفتيات الوطن وتنمية قدراتهم من خلال الآلاف من البرامج والأنشطة والمشروعات، والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 5702 برنامجاً متنوعاً أتاح التوفير 130 مليون فرصة مشاركة للنشء والشباب في هذه البرامج. وما زال الشباب بالعزم والأمل يسارعون إلى الماراثون، ماراثون البطولات، ماراثون الإنجازات في سنوات مضت وسنوات واعدة قادمات. تحيا مصر.